يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا خرج الحاج من عرفة في يوم عرفة خرج نهارا من عرفة لأي سبب ثم عاد إليها فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، له يخرج ويجيب حاجة إذا صار له حاجة ويرجع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، له يروح لمكة ويجيب حوائج ويرجع للوقوف، ما في مانع. نعم.